إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في أحكام الشريعة الإسلامية، وما زال حديثنا موصولا في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الزكاة. وتحدثنا في آخر درس لنا، لو أنكم تتذكرون، تحدثنا في موضوع مهم يهم كل مسلم يدخر أمواله في قطعة أرض أو في بقعة أرضية، وهو ما أطلق عليه الفقهاء بزكاة العقارات، يعني أو زكاة العقار. يعني كما قلنا، ربما كثير من الناس بيدخر أمواله في صورة أرض أو قطعة أرضية أو بقعة من الأرض كما يطلق عليها للبعض، في سبيل أنه يدخر أمواله في هذه القطعة. وقلنا بأن الأساس في زكاة هذه القطع الأرضية، طالما أنها يعني دخلت في نطاق الاستثمار، يعني هو اشتراها للاستثمار أو لادخار أمواله فيها، ولم يقم بشراء هذه القطعة لكي يبني عليها بيتا، لأنه لو اشتراها لكي يبني عليها بيتا خلاص أصبحت داخلة في أمور الشخصية التي لا تزكى. إنما لو اشتراها بنية كما قلنا الاستثمار أن يبيعها فيما بعد من ناحية، ومن ناحية أخرى أو لكي يدخر فيها أمواله لغاية ما يشوف يعني ماذا سيفعل فيما بعد، هل يبيعها ويعمل بهذا المال مشروع، هل يبيعه ويعمل به شيء آخر. المهم أنه إيه، لم يشتري هذه البقعة لكي يحيش. المهم كما قلنا، خلاص دخلت في نطاق الاستثمار، فالمفترض فيها أنها تقيم كل عام، يعني مثلا كل عام بنعطيها القيمة المالية على حسب العرض والطلب في السوق. يعني ولو مثلا كان ثمنه يساوي 30,000 يورو، فبنخرج الزكاة على 30,000 يورو. لو كان ثمنه يساوي 50,000 يورو، نخرج الزكاة على 50,000 يورو، ده كل عام. ولكن كما قلنا، الكثير من يعني بعض الفقهاء قالوا يعني نفرق بين السلع التجارية التي يتاجر بها صاحبها وتباع كل يوم، والأمور التجارية اللي هي من الممكن أن تباع على فترات زمنية طويلة، زي بقعة الأرض دي لا تباع يوميا ولا تباع كل شهر، إنما ممكن أنك أنت تشتريها وتظل 10 أعوام أو 20 عام على حسب. فأطلق على هذا بالتاجر المتربص. التاجر المتربص يعني يتربص الفرصة لكي يبيع، فقالوا بأنها تزكى لمرة واحدة عند الايه، عند البيع. وده رأي جيد، على أساس أن الإنسان من الممكن كما قلنا يعني لو زكاها كل عام لا يكون عنده المال الكافي لكي يزكي 50,000 يورو ولا 30,000 يورو لو أعطاها قيمة كل عام وزكاها. لما قالوا ساعة أن يبيع يزكيها لمرة إيه؟ يزكيها لمرة واحدة. السؤال الآن يعني تكملة للأمور السابقة، لو أنا لم أعلم هذا الحكم في السنوات الماضية، وكان عندي مثلا قطعة أرض وقمت ببيعها واشتريت قطعة الأرض الأخرى إلى آخره، أو كان عندي قطعة أرض للاستثمار أو للادخار وقمت ببيعها ولم أدي فيها زكاة اللي هي زكاة المال، هل تسقط عني زكاة المال باعتبار أنني لم أكن أعلم هذا الحكم الشرعي؟ لا، قلت فيما قبل أن زكاة المال لا تسقط بالجهل بها، مش معنى إنسان كان يجهل بالحكم الشرعي فتسقط عنه زكاة اللي هي زكاة المال، لأن زكاة المال أصلا لا تسقط بالتقادم، يعني لا تسقط بمرور السنوات، والله سبحانه وتعالى لا يسامح فيها مثل الصلاة ومثل الصيام، لأن الصلاة والصيام هما عبادتان متعلقان بالله سبحانه وتعالى مباشرة، إنما الزكاة فيها جزء متعلق بالله سبحانه وتعالى باعتبار أنها ركن من أركان الإسلام، وجزء آخر متعلق بالإيه؟ بالفقراء والمساكين. فلو سامح الله سبحانه وتعالى في حقه فلن يسامح الفقراء والمساكين في حقهم،
لأن الزكاة أصبحت دين عليك، دين في رقبتك بالفقراء والمساكين. طبعا وعندنا أحاديث كثيرة أن الإنسان لا يدخل الجنة يعني طالما أن عليه ديون، ولا لا لا تكفر عنه سيئات طالما عليه دين. هذا واضح في حديث الايه، في حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له: نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك الخطايا إلا ليه؟ إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. يعني أصبحت عليه دين، فلا بد أن إيه، أن يخرج هذا الدين. طب كيف يفعل؟ عليه أن يجلس مع نفسه أو مع يعني زوجته، إذا كانت زوجته يعني تتدخل معه في هذه الأمور المالية في أو هذه الأمور، يعني على أساس تذكره تقول: والله إحنا بعنا مثلا في وقت كذا بثمن كذا، وكان ينبغي. فيقول له: والله طب كان ينبغي إن إحنا نخرج الزكاة في هذا ليه، في هذا المبلغ كذا. يحاول إنه إيه، يحاول إنه يتذكر هذه ليه، هذه الأموال التي لم تزكى، ويقوم بإيه، بأداء الزكاة فيه. هذا الأمر يعني ليس في زكاة العقار فقط، وإنما في كل الأموال التي تحدثنا فيها عن اللي عن الزكاة، سواء كان سواء كانت أموال سائلة، سواء كانت زكاة الحلي بالنسبة للإيه، للنساء، للأزياء التي تتحلى بالمرأة. قلنا بأن الرأي الراجح فيه هو الزكاة طالما أنه بلغ النصاب، يعني بلغ 85 جراما فما أعلى، وكل عام لابد أن هو يزكى، أو سواء هذا الأمر في السلع التجارية، أو سواء هذا الأمر في الأموال التي سنتحدث عنها من بعد اللي هي تجب فيها ليه، تجب فيها الزكاة. يبقى السنوات التي كان عندك فيها مال ولم يزكى، سواء كان مالا سائلا أو كان عقارا أو كان حليا، يبقى هذه السنوات إذا علمت فيها طبعا ساعة أن تعلم الحكم الشرعي بخلاص. حتى ولو لم تعلم الحكم الشرعي، مش سموح، ممكن واحد يفتكر يقول لك: لا يا ريتني ما كنت حضرت دروس الزكاة مثلا، مع الأساس أن ما أعرف الحكم. حتى لو لم تعلم الحكم الشرعي، ما هي برضو كان يعني كان كنت ستحاسب عليه. فالمفترض كما قلنا أن دي أركان الإسلام، يعني مش دي مش نوافل أو سنن، يعني أمور مباحة يفعلها من يشاء ويتركها من يشاء، أنت لك الخيار. فلا، ليس صدقة تطوع، مش صدقة نافلة. يعني مش بنقول لك تعال اتبرع للمسجد بخمسين يورو فتقول لي: لا أنا ومزاجي أحط خمسين يورو، ولا أحط عشرين يورو، ولا أحط عشرة يورو، ولا علشان فلان مثلا كذا مش هتبرع للمسجد. لا، دي اسمها إيه، زكاة فرض، ركن من أركان الدين ومن أركان الإيه، الإسلام. وأي واحد فينا حتى منذ صغره، أنت لو سألت أي طفل صغير هتلاقيه حافظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على إيه؟ على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. يعني إيه إيتاء الزكاة؟ إيتاء الزكاة مش معناه أنك أنت بتطلع من جيبك خمسة يورو وتقول لك أو عشرة يورو، لا، ده إيتاء الزكاة ده ركن وقيمة محددة من المال، حق معلوم. الله عز وجل يقول: وفي أموالهم حق إيه؟ حق معلوم للسائل والمحروم. يعني حق معلوم، يعني في نوع من المال بيبقى فيه ربع العشر، في نوع بيبقى فيه نصف العشر، في نوع بيبقى فيه الخمس، في نوع بيبقى فيه العشر كامل. طبعا ربع العشر يعني 2.5%، نصف العشر يعني 5%، العشر يعني 10%، الخمس يعني 20%، وهكذا. ده اسمه حق ايه، حق معلوم. يبقى إذن السؤال الذي ذكرناه وجاوبنا عليه: لو كان الإنسان لا يعلم هذه الأحكام وعلمها وكان عليه زكاة في السنوات الماضية، يبقى يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة لأنها أصبحت دين. بكيف أؤدي فيها الزكاة؟ يعني أنا لم أشتري مثلا، لم أشتري هذه البقعة، أو لم أشتري هذه الشقة، أو لم أشتري هذا البيت لكي أبيعه من بعد، يبقى هو ما دخلش في، لم يدخل فيه موضوع ليه، موضوع التجارة، وإنما أنا اشتريته أو يعني كمال مدخر وأقوم بتأجيره. يبقى هو المفترض برضو نفس الكلام، طالما أنه أن 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 أنه مال مدخر، يعني أنت يعني وجدت عندك فكرة أن أنك تحفظ في هذه الشقة وفي هذا البيت مالك، يبقى خلاص دخل برضو في موضوع الإيه، في موضوع الاستثمار، لأنك أنت في 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 فيما بعد ممكن من الممكن أن تبيعه. طب الأموال التي تأتي من الإيجار،
هذه الاموال مثلا ممكن يكون عندي اكثر من بيت مثلا، اوجر هذا ممكن يكون هنا، ممكن يكون في بلد الاصلي. انا مثلا جالس في بيت مثلا في المغرب وعندي مثلا بيتين اخرين، ممكن اكون مثلا قاعد مثلا في مراكش في بيتي او في اي مكان، وعندي مثلا بيتين مثلا في كازابلانكا مثلا ماجرهم، وفي نفس الوقت انا عندي فكره انه أن هذه البيوت ستباع من بعد. لو عندي هذه الفكره ان هذه البيوت تباع من بعد، يبقى دخل برضه في موضوع الايه الاستثمار وتزكى عند بيعها. لكن لو لم توجد عندي فكره انها ستباع خلاص ديت يعني ستترك هكذا، في هذه الاموال التي اتقاضاها من ايجارها بتجمع مع الاموال التي عندي. يعني فرضا انا مثلا عندي 5000 يورو وخرج لي من ايجار هذه البيوت مثلا 2000 يورو، يبقى كده المجموع كم؟ 7000 يورو. يبقى انا ازكيهم عند الايه؟ عند مرور العام ازكي هذه الاموال على بعضها. فرضا مثلا كان عندي 7000 يورو وما اخذه من هذه الايجارات مثلا 3000 يورو، بكده معايا 10000 يورو تزكى في نهايه الايه؟ تزكى في نهايه العام. يبقى اجمع هذه الايجارات على بعضها. فرضا انا ممكن انا اكون صرفتها، يعني اخذتها مثلا من يعني ما انفقها على نفسي وعلى اولادي، وحينما ياتي راس العام لا يكون عندي ايه؟ لا يكون عندي لا مش حكايه الصرف، ما يكونش عندي النصاب، ما يكونش عندي النصاب. فبالتالي خلاص في هذه الحاله لا تجب عليك الزكاه في عمليه الايه؟ في عمليه الايجارات، طالما انك تنفقها على نفسك وعلى اولادك كانها مشروع مثلا بتدر عليك ربح، فدي مش مشكله. انما حينما تبيع هذه الاصول يبقى تزكى عند ايه؟ تزكى عند بيع. لكن لو الايجارات ممكن واحد يكون عنده اكثر من بيت والايجارات مرتفعه، وحينما يجمع هذه الاموال اضافه الى الاموال التي عنده تكون بلغت النصاب واعلى من النصاب، فبيجمع هذه الامور على بعضها وهذه الاموال على بعضها ويزكيها في نهايه الحول. زي التاجر احنا قلنا لما تحدثنا عن موضوع عروض التجارة أو السلع التجارية، قلنا كيف يؤدي زكاة ماله. التاجر ده بيبقى عنده أموال في 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 السلع التي عنده في المحل، وأموال في السلع التي عنده في المخزن، لأن مش كل تاجر بيعرض كل ما عنده في الإيه في نفس الوقت. لا، ده هو عنده مخزن بيخزن فيه وعنده مكان بيعرض فيه الإيه بيعرض فيه البضاعة. ممكن يكون المكان اللي هو بيعرض البضاعة ده مكان صغير، ممكن يكون 2 متر في 2 متر والمخزن عنده كبير. لما بينتهي المعروض بيأتي بالإيه بالسلع من المخزن، فبالتالي هو يقيم السلع التي عنده ويقيم السلع اللي موجودة في المحل ويقيم السلع التي في المخزن التي يخزنها، والأموال التي له عند الآخرين. ممكن يكون فيه ناس له عندهم أموال وهم لم يؤدوا الأموال من بعد، ولكنها موجودة، هي أصلا أمواله وستأتي له، فأيضا يحسبها في الإيه؟ في المال الذي يزكي. يعني لما بيزكي بيجمع كل الإيه؟ كل أموال. ولو كان عليه ديون يبقى يخرج الإيه؟ يخرج الديون أولا، والمتبقي هو الذي يؤدى عليه الإيه؟ هو الذي يؤدى عليه الزكاة. يبقى هي العملية كلها عملية سهلة وميسرة. المهم إنك أنت تكون عندك مش النية، الإرادة الصادقة انك انت تقوم بهذا الركن من اركان الاسلام، لان كما قلنا في البداية الامر ليس نافلة وليس على سبيل الخيار، وانما الامر هو في الاول وفي الاخر ايه؟ ركن من الايه؟ من الاركان لابد وان تقوم به. هنكتفي بهذا القدر، وبعد ذلك بما شاء الله سبحانه وتعالى نواصل حديثنا في احكام الزكاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امورنا وبارك لنا في ارزاقنا، واجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.